اسمح لي شيخنا، انا مدرب تمام، وانا بكلم حضرتك من مكة. طيب اتعاملت مع الشيعة لقيتهم ناس محترمة جدا، اتعاملت مع كفار لقيتهم ناس محترمين جدا، اتعاملت مع مسيحيين وانا في مصر وتربيت معاهم في الشارع اللي انا كنت فيه لقيتهم ناس محترمين جدا. طيب كل ده الا من رحم ربي، المسلمين الا من رحم ربي لقيتهم في حتة تانية خالص. الله يسامحك يعني، الله يسامحك الله يسامحك. المحترم طيب. عندك الذي يجوز نكاح المتعة، المحترم عندك الذي يسب أصحاب رسول الله ويلعنهم ليل نهار، المحترم عندك الذي يقول إن الله له ولد ويقول المسيح هو الله، المحترم عندك هو هذا الذي يقول يا مسيح اشفي ولدي، ربي يسوع يقول هذا، هذا المحترم عندك، والذي يقول لا إله إلا الله ويتبع القرآن الكريم ويتبع سنة النبي الأمين، هو الذي ليس بمحترم عندك؟ هل كونك عملت شخصا عندهم أمانة مولانا؟ الأمانة أكبر الخيانة. لحظك صدقني تصدقوا. لا يا حبيبي الكلام ده، أنت رجل عفوا رجل متحامل على الإسلام وأهله، وأنت مسلم ولا كافر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. يعني أنت مسلم، هل تستطيع أن تحكم على نفسك بهذا الحكم أنك سيء؟ الله يجزيك خير. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فعذرا المسلمون والحمد لله لهم دين يضبطهم، نعم فيهم من يخالف هذا الدين فيقع في الزلل ويقع في الخطأ ويقع في الغش إذا خالف دينه، وهؤلاء الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يقول يلعنون أصحاب الرسول صباحا مساء ويلعنون صحابة رسول الله صباح مساء، ويستحلون التمتع بالأطفال الصغار، ويستحلون التمتع عموما بالنسوة، والأصل أنهم شر. إن ثبت أن واحد جاملك مجاملة أو تعامل معك معاملة نظيفة هذا وارد. ربنا قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يرد يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ويقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم.